السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم إخواني الكرام على قناة مبرر زرس، أخوكم طارق درويش بحييكم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نحن اليوم إن شاء الله إجينا لحتى نعمل تنويع جديد ونحاول مع بعض لأول مرة يمكن على قناة مبرر زرس إنه نحاول نشغل جهاز سامسونج. الفكرة إنه يعني من منطلق إنه ربما تكون الأمور بدائية نوعا ما، لكن نحن راح نعرج على بعض الأمور اللي ممكن تساعد بعملية تحليل الأعطال وطريقة التعامل معها. بين إيدي جهاز سامسونج، هذا الجهاز A32. المشكلة في الجهاز إنه ما عم بيشحن ولا عم بيقلع، إجاني بمعنى إنه أنا بحاجة أشوف شو طبيعة العطل وشو ممكن نسوي فيه. فكتجربة أولية حبيت أشوف شو طبيعة سحب الجهاز بشكل عام، فراح نقوم بتشغيل مرحلة تحليل سحب البيانات لنشوف إذا في عندي أي إشارة عمل على الجهاز. مثل ما شايفين الجهاز عم بيقوم بعملية سحب، مثل ما شايفين شلون، والشاشة بهذا الشكل، وشكل الجهاز عم بيقلع. بس كمان أنا ما فيني أعتمد على وضع إنه الشاشة عم تكون بهذا الشكل وعم تفصل بشكل مباشر. طبعا مثل ما شفنا كمية سحب الأمبير كتير قليلة، إذا موقف شوي لأن كمية سحب الأمبير كتير قليلة عم بتكون، عم توصل بما يقارب تقريبا 0.5، يعني 49 تقريبا، وصل 49، 0.49 هي درجة السحب الأمبير. فنحن ما بنقدر نقول إنه الجهاز عم بيسحب بشكل جيد لحتى نشوف شو اللي صاير. طبعا بحسب معلوماتي البسيطة عن هذا الجهاز، معظم الحالات اللي بيصير فيها أعطال بيصير عن طريق البورد العلوي، بالأخص الكونكشن اللي بيكون بين الكابل الأساسي مع البورد السفلي. نحن راح نشوف هلا تحت الميكروسكوب شو طبيعة الموضوع، وإن شاء الله نقدر نلاقي الحل ونحاول نشتغل مع بعض فيه. نشوف تحت الميكروسكوب مثل ما شايفين نحن البورد مفكوك، راح نحاول نفك الـ FPC. بتخيل واضح شو الفكرة، بتخيل واضح شو الفكرة. في ملاحظة، طيب خلينا نشوف كمان الطرف الثاني، يكون في شيء عندنا بالطرف الثاني. هذا الكونكشن تبع الشاشة، شوف الكونكترات في أي فصل أو عطل. الوضع طبيعي بالنسبة للكونكتر، بيشهد بشكل خاص. خلينا من نظرة نشوف شو اللي صاير. نحاول نفك القطعة بشكل كامل ونشوف صاير معنا قطع. بس اللي لفت نظري كمان، لاحظوا هون النقاط شبه متصلة مثل ما شايفين مع بعضها، يعني بالتأكيد هذا إذا بده يعطي بده يمكن يعطي أكثر من مشكلة. زائد مثل ما ملاحظين عندي هون في كسر بالكونكتر، شايفين شلون الكونكتر مفصول عن البورد بشكل كامل. يعني حتى هون لاحظين عندي ما في كونكشن بين البورد وبين الجهاز، وهذا الشيء فعلا يعني دليل انه ممكن يكون في عندي مشكلة في البورد بشكل. اللي راح نعمله هلا حاليا، راح نقوم بفك الكونكتر ونحاول نشغله بشكل نظامي ونستبدله بإذن الله تعالى بأفضل طريقة. عندي كذا طريقة لفك الكونكتر، بما إني راح أستبدله ففي عندي أكثر من طريقة. فيني أزيله بشكل جزئي بدون ما أعرض المنطقة كلها لحرارة، وممكن أستخدم الهيتر لحتى
اشيلها بشكل جيد كامل بدون اي مشاكل. فاللي راح اعمله انا حاليا احطه فلكس بشكل كامل على المنطقه، وراح نبدا بازاله الكونكتر. راح نقيم الكونكتر بشكل كامل مباشره. نخلي اتجاه الحرارة لبرا شوي. مثل ما شايفين الكونكتر مش مهم بهاي المرحلة، مهم البورد. فحتى لو تكسر الكونكتر معك ما كتير مهم بالموضوع. مثل ما ملاحظين نحن أزلنا الكونكتر بشكل كامل. يفضل استبدال النقاط اللي موجودة على البورد بنقاط جديدة يفضل، ولكن أنا شايف بما أن النقاط راكبة بشكل سليم أنا فيني أستخدم نفس النقاط اللي موجودة على البورد وأحط الكونكتر الجديد عليها. وبعد هذا الشيء ممكن تثبتهم نقطة نقطة بشكل سريع. أنا راح نستخدم هاي الطريقة بشكل سريع لحتى ننفذ العمل ونشوف النتيجة كيف ممكن تكون. الحمد لله الكونكتر موجود. طبعا مهم جدا ننتبه ان الكونكتر يكون محمي والحرارة مش كتير قريبة عليه حتى ما تسبب دمج للكونكتر بشكل سريع. انتبه اذا بدك تحرك الكونكتر ما يكون الحرارة عليه مشان ما يخرب. راح يبدأ الكونكتر هلا بالدحوم مثل ما شايفين النقاط كاملة. اكشن سليم. هلا حاليا راح نبدأ ب تركيب نتأكد من النقاط متصلة بشكل نظامي، بس راح نبدل الرأسية الخاصة بالأداة أو السولدر. راح نركب رأس دبوس صغير. راح نحاول نركز على كل النقاط بشكل سليم مثل ما ملاحظين بشكل نمشي عليهم سن سن حتى نتأكد ان الكونكشن حتى لو اتصل بشكل سليم بدون اي مشاكل. نبدأ هلأ بالانتقال للمنطقة الثانية.
نحل بها طريقة نحل بين النقاط كلها بشكل كامل، تأكدني إنه الاتصال سليم. ننظف الـ FPC ونحن بهيك حالة بنكون جاهزين. المرحلة الأخيرة والله خير. طبعا هلا نحن هون انهينا عملية تركيب الـ FPC ورح نبدأ بإعادة تركيب الجهاز مرة ثانية لنشوف بالضبط شو اللي صار معنا وشو نتيجة العمل اللي قمنا فيه، هل هو فعلا كافي ولا نحن بحاجة لنركز على أمور ثانية على الجهاز ولا لا. طبعا اذا كان عندك شك بموضوع الكاميرات، اذا خايف من الكاميرات انه يضلوا، فيك تفك الكاميرات ترجع ترجعهم، بس بما انه المنطقة عندي معروف اتجاه الحرارة وواضح كيف ممكن اركب الاتجاه، فما عندي خوف على هالموضوع بشكل مباشر باذن الله تعالى. احنا هلا بنركب بي سي، مهم جدا ننتبه للتركيب انه لما ينزل ما نضغط عليه بطريقة خطأ وما نجبره انه يكون باتجاه خاطئ. هلا راح نشغل البرنامج مرة تانية ونشوف كيف ممكن يصير معنا العملية السحب مرة تانية. فاللي راح نعمله راح نحط اول شيء الضب، نحاول نحط جهاز تاني أو شاشة تانية ورح نبدأ بعملية تركيب الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما شايفين طلعت عندي الإشارة بشكل نظامي. نشوف قديش الشحن بده يصير عندي. أنا فصلت الجهاز طريق الخطأ مثل ما شايفين، الجهاز أقلع، عم بيعمل عندي بوت لأن أنا فاصل البطارية بالتأكيد. فهلا راح نحط البطارية ونشوف الشحن كيف ممكن يطلع تدريجيا معه. راح نلاقي انه طلع عندي الشحن لدرجة 0.55، وبننتظر شوي لحتى يكتمل نلاقي انه السحب بيستقر، يعطيني هالعلامة بالتأكيد لانه نحن فاكين بعض التجهيزات، لكن نحن الجهاز فعليا بدأ بالعمل بشكل نظامي. فينا هلا نحط القطع الباقية ونشوف كيف ممكن يكون طبيعة الجهاز. راح نبدأ بتجريب مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما ملاحظين عم بسحب عندي امبير، طبعا بياخذ وقته. وهلا الجهاز بلش بعملية تعبئة الشحن المطلوبة وعم بسحب 11% عندي. طبعا اكيد راح يطلع عندي السحب هون ضعيف مثل ما شايفين انتم على الشاشة، لاني انا واصل على فعليا على دارة شحن خارجية. بس انا هلا اذا بدي اشوف انه مباشرة اذا بدي استخدم شاحن USB سريع، بدي اشوف قديش نسبة الشحن ممكن تكون. 1.2 امبير على الشاحن السريع، يعني راح يكون بشكل كتير قوي جيد جدا. طبعا الشاشة انتم مش شايفينها لان انا مش واصل على الشاحن السريع. تمام، يعني مثل ما شايفين الجهاز الحمد لله اقلع. راح نبدأ بإقلاع الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم،
تمام مثل ما شايفين الجهاز اقلع خط شغال والامور سليمه والحمد لله قدرنا نشغل الجهاز ونرجع للوضع الطبيعي، ونحاول دائما باذن الله انه نرجع البسمه على اوجه الزبائن الخاصه فينا. على كل حال بتمنى انه قدمنا معلومه بسيطه شاركناكم اياها، اتمنى ان تكون تعمل فائده او تعمل فرق. شكرا كثير لمتابعتكم، نلقاكم ان شاء الله قريبا بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.